مشاهدينا الكرام، التقينا بالممثل المبدع الفنان عقيل زاير. ايش راح تقول الى جمهورك؟ اكيد توجه تحيه والى برنامج شخصيه معروفه والى زميلك الاعلامي علي الدلو. بالمناسبه احب اهنيك صديقي وحبيبي الفنان علي الدلوي على هذا البرنامج الرائع، واتمنى لك التوفيق ومن نجاح الى نجاح ان شاء الله. الله يعني انت مبدع بكل شيء. الله يحفظك يا حبيبي. شكرا للفنان الرائع عقيل زاير، تحياتي لك. شكرا لكم.